شنو هما العطور اللي استعملوهم فصل الصيف؟ هذا السؤال هذا طرحوه عليا بزاف ديال الاصدقاء ديالي متابعيني في القناه ديالي في القناه ديال خالد فاشيون ولا اللي متابعيني في انستغرام. فيديو ديال اليوم غادي نستعرض لكم 7 ديال العطور صيفيه من 7 حتى لواحد على حسب الذوق ديالي. اي واحد فيكم استعمل شي عطر من هاد العطور هذه اللي غادي نستعرضها عليكم بامكانه يخلي لي تعليق باش حتى الاصدقاء اللي كيتابعوني في القناه يخرجوا حتى هما بواحد النتيجه. غادي نستعرض لكم هاد العطور من 7 حتى لواحد على حسب الاختيار ديالي وحسب الذوق ديالي. هادو هما العطور اللي غادي نستعملهم انا بالضبط في هاد الصيف. اول عطر ولا العطر رقم 7 هو ستار ووركر مون بلون. هاد العطر هذا عطر شبابي، الاستعمالات ديالو غير في الصيف، وكنصح انا الشباب اللي عندهم من 17 سنه الى ما فوق يستعملوا هذا. ممكن تشريوه من امازون والثمن ديالو اللي رخيص تقريبا واحد 6000 ريال 30 ديال الاورو. هذا غير شريه الا كان لاج ديالك ما بين 17 سنه حتى 30 سنه، هذا الا لقيتيه غير شريه. كيطلق واحد الفقاعات، الرائحه ديالو اللي ما تصوروش، الثمن ديالو كيف ما قلت لكم ما كيتجاوز 30 ديال الاورو ورخيص. العطر في الصراحه اللي جميل بزاف، انا تعجبني في واحد الرائحه اللي ما تصوروش. تقريبا جميع الشباب الا جربتوا هذا وشريتوه غادي تشوفوا واحد المفعول، واحد النتيجه اللي هائله. العطر رقم 2 هو بوس. هذا الاستعمالات ديالو حتى هو فصل الصيف. كاين بعض الاشخاص يقول لك واش نقدر نستعمله في الشتاء؟ ممكن تستعمله في الشتاء، ولكن كننصحك انا تستعملوه غير في فصل الصيف. انا الاستعمالات هذا كيف ما كتشوفوا ما بقاش فيه بزاف، حتى هو فيه واحد الرائحه اللي جميله بزاف. واو سوبر، فيه واحد الرائحه اللي ما تصوروش. انا الاستعمالات ديالو فوقاش كنستعمل انا هذا العطر، في الصراحه ما غاديش نكذب عليكم، فاش كنمشي ندير الرياضه من بعد ما كناخذ واحد الدوش كنت مخارج من لاصال كندير هذا العطر. هذا اللي كيعجبني انا بزاف غير في الرياضه. بامكان اي واحد فيكم يشريه باش يخرج، ولكن انا الاستعمالات ديالو داكشي علاش كتشوفوه خاوي. تقريبا كنستعمله 5 ايام في الاسبوع، 5 ايام في الاسبوع، داكشي علاش خاوي. استعمالات يوميه، يومين في السيمانه ما كنستعملوش، عندي عطور نهايه. العطر رقم 5 هو باكو رابان انفينتوس. هذا العطر هذا اللي يا سلام ما نقدرش نوصف لكم، فيه بحال المسك الابيض، واحد الرائحه اللي اي واحد فيكم يقدر يجربو. الثمن ديالو ما بين 80 ديال الاورو حتى ل 90. بعض مرات الاثمنه كتطلع وكتهبط، خصكم دائما تكونوا على بال. راه بعض المواقع مثلا بحال امازون كيكون بعض المرات كينقصوا في الثمن. دائما انت كتدخل الانترنت مره الانسان يدخل، فاش كيكون الصولد ولا كتكون الرباحه كيف ما كنقولوا راه كينقصوا من الثمن. هذا الاستعمالات ديالو انسان يقدر يستعمله في الصيف. علاش الاستعمالات ديالو في الصيف؟ الصيف كيف ما كتشوفوا كتكون الحراره، ما يقدرش الانسان يستعمل واحد العطر اللي كيكون مجهد. دائما كنستعملوا العطور اللي كتكون بارده ومقبوله، والاشخاص اللي كيكونوا قدامك تتعجبهم الرائحه اللي كتخرج منك ولا الرائحه اللي دايرها. هذا البارفان هذا سوبر، بامكان اي واحد فيكم يشريه، شريه وما غاديش تندموا على الشراء ديالو. ندوزو لعطر اخر هو دوتشي غابانا. دوتشي غابانا في الحقيقة عطر اللي يا سلام، عطر اللي جميل بزاف، ما نقدرش نوصف لكم الرائحة. بعض الشباب كيقولوا لي اعطيني المكونات. المكونات الاغلبية غادي يقول لكم فيه شوية ديال الليمون، تفاح، فيه المسك، فيه الكوير، فيه هاد المسائل هذه، ولكن الخلطة السحرية اللي كتحتفظ بها هي الشركه المنتجه. دوتشي غابانا هاد الشركه هي اللي كتحتفظ بهاد الخلطه السحريه. ما يقدرش يجي شي واحد يقول لك حقه راه فيها غير واحد الرائحه كتخرج، واحد الرائحه اللي كتخرج كنقدروا حنا نشموها. مثلا هاد الرائحه هذا خارجه شويه ديال الحامض وشويه ديال التفاح، ولكن الخلطه السحريه دائما كتبقى عند دوتشي غابانا. الا قالوا لينا مناش كتكون، تجي واحد الشركه اخرى تبدل غير التفاح بالبنان وهي خرجت بواحد المنتوج اللي غادي يغزي السوق. عطر اخر هو لاكوست. لاكوست في الحقيقه الاستعمالات ديالو في الصيف بالضبط، لانه كيكون بارد. كنتمنى ان تشريو هذا العطر هذا اللي جميل. تقريبا المده ديالو كتراوح ما بين 4 ديال السوايع حتى 5 ديال السوايع. عطر صيفي 100%. الا كان بالامكان ديالك تشريه غير شريه. الثمن ديال هذا العطر هذا ما كيتجاوزش 60 ديال الاورو.
في الحقيقة الثمن اللي ما غاليش بزاف هو ثمن رمزي. راه كاين بعض العطور رخيصة، بعض لي بارفان كتكون رخيصة ولكن المنتوج ديالها والرائحة ديالها ما كتكونش في المستوى. أي واحد فيكم بغى يشري واحد العطر دائما ثمن من 30 ديال الأورو إلى ما فوق. إلا بغيتي تشري عطر جميل ويدوم لك، وكاع داك الاشخاص اللي كيكونوا حداك تيقولوا لك هاد الريحه منين شريتيها، وبداو يسولوك، واي واحد بدا يتقرب منك دائما من 30 اورو، من 6000 ريال 300 درهم الى ما فوق. هذا نصيحه مني، اي واحد فيكم يشريه بلا ما يفكر. ندوزو العطر رقم 2. العطر رقم 2 بالنسبه ليا انا اغوا دي جيو ارماني. هاد العطر هذا بالنسبه ليا انا فورميدابل. هذا الاستعمالات ديالو غير فصل الصيف بالضبط. كاين شي وحدين غادي يقول لك حتى هو واش نقدر نستعمله في الشتاء؟ ممكن تستعمله في الشتاء والصيف، ولكن المكان الوحيد اللي تقدر تستعمله هو امام البحر في الهواء الطلق. هذا الا درتيه في فصل الصيف راه غادي تولي بحال واحد القنبله قدام داك الاصدقاء ديالك، ولا داك الناس، ولا في الريستورون، ولا في داك المكان اللي كتواجد فيه. بالنسبه لي انا هذا العطر هذا عطيته رقم 2، كيعجبني انا في الصراحه، ماشي ما تيعجبنيش. هذا ان فوا كديرو كتحس براسك بانك انت في البحر. تخيل معايا انت بانك في البحر ومشيتي للبحر ودرتي هذا العطر هذا. هذا العطر هذا انا كنوصي الشباب كاع كيف ما كان لاج ديالهم من 18 عام الى ما فوق بامكانكم تشريوه. هذا غير شريوه، ما غاديش تندموا عليه وغادي تفكروني به الى الابد. واي واحد فيكم بغى يهدي شي عطر للصديق ديالو، مثلا شي بنت باغا تعطيه للصديق ديالها، بامكانك تشري لي هذا العطر هذا وغادي تفكروني به. مع عمرهم ما غادي ينساوكم، دائما غادي يبقاو يتفكروكم على بال. الحقيقه الشكل ديال القنينه واعر بزاف، انا تيعجبني هذا العطر هذا. عندي عطور اخرى كنستعملها، ولكن هذا العطر هذا دائما كنستعمله فصل الصيف بالضبط. ندوزو لاخر عطر هو ماسيمو دوتي، احسن عطر بالنسبه لي انا في الحقيقه. الرائحه فواحه فيه، تقريبا كدوم ما بين 7 ديال السوايع. الرائحه ولا العطر اللي كاين في ماسيمو دوتي واحد الرائحه اللي ما تقدروش تخيلوها، سيرتو في المناسبات الرسميه. هذا جميع الرجال بامكانكم تشريوه وتستعملوه في المناسبات الرسميه. هذا العطر هذا اللي جميل وجميل بزاف. كنقلب على منين كيطرش، واو فيه واحد الرائحه، وسيرتو مع شي كوستيم ولا شي قميجه في الابيض. هذا غير استعملو، شريه ما غاديش تندم عليه وغادي تفكروني حتى هو به. دابا لا خيرتوني ما بين هذا العطر هذا ماسيمو دوتي وما بين ارماني، شكون هو اللي غادي نختار فيهم انا؟ بالنسبه ليا هذا الا كنت غادي في الهواء الطلق غادي نستعمل انا اغوا دي جيو، ولا كنت في شي مناسبه رسميه امام الاصدقاء ديالي، مثلا في شي زفاف ولا شي حفله في واحد المكان مغلق غادي نستعمل هذا. المهم الاختيار كيبقى لكم. جميع هاد العطور هذه اللي استعرضت عليكم هي عطور جميله، اي واحد فيكم استعملها غادي يحس بالنتيجه. دائما العطور اللي كنجيب انا عطور مستعمله، ما كنبغيش نجيب صور من احدى المجلات ونحطها لكم في الشاشه ونستعرضها عليكم وما كنكونش مستعملها. كنتمنى يعجبكم الفيديو، الى عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد لايك واشترك في القناه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.